اخر مقابله لعبنا مقابله كاس عندها تقريبا 14 يوم. اكيد اللاعبين لازمهم يرجعوا لنسق المقابلات. العديد من اللاعبين ما شاركوش في مقابله فايبرز، خيرت باش نخليهم لهنا يدربوا. دونك اكثر من اسبوعين من غير ما تلعب مقابله، هذا كثير. اليوم الحمد لله عملنا ريبريز، وتعرف الاسبوع الاولاني نتاع رمضان صعيب، الادابتاسيون تصير مع الوقت مع المقابلات. اليوم اول مقابله نلعبوها في التوقيت هذا، دربي زاد كيفاش نلعبوه في الوقت هذا، اكيد لازم اللاعبين ياخذوا نسق نتاع المقابلات. نقول جاهزيه في مستوى محترم، مازالوا عندنا 3 ايام. كما قلت لك الاسبوع الاولاني نتاع رمضان صعيب على اللاعبين، عامين تمشي الايامات، عامين الادابتاسيون تكون خير، وانا متاكد اللاعبين تكونوا جاهزين كما يلزم المقابله الجايه ان شاء الله. نتكلم على الاداء في الشامبيونز ليج، كان محترم والنتائج زاده كيف كيف. بالنسبه للبطوله الاداء محترم ومحترم جدا، النتائج في بعض الاحيان كانت ما كانتش معانا، لكن كي نرجع لاسباب في قرارات معينه نتاع ما كناش محظوظين على مستوى ضربات جزاء ولا على مستوى قرارات ما كانتش لصالحنا. اما اللاعبين كانوا سورتو سور لو بلون رغبه اونفي ديتيرميناسيون باش يعطيو الماكسيموم في الشامبيونز ليغ وفي الشامبيونان. ما ننساوش في الشامبيونان رجعنا من بعيد، كان الكلاسمون نتاعنا تقريبا في اخر الترتيب، عملنا لو ماكسيموم باش عاود رجعنا في الفوق. ديما الرجاء راهي مجموعه جديده، الرجاء قاعده تقاتل في ظروف ماهيش سهله، ظروف صعيبه، اللاعبين قاعدين يضحيوا، واللاعبين قاعدين يعطيوا في الماكسيموم نتاعهم، ماهمش مقصرين. ان شاء الله نواصلوا في التطور باش شهر افريل هذا هو دخلنا في مرحله نتاع جني الثمار، مرحله نتاع باش تعمل الريكولت فيها بعدك التعب اللي تعبوه الملاعبيه، بعدك التضحيات اللي قاعدين يعملوا فيهم. ان شاء الله نوصلوا ونحققوا الاهداف نتاعنا ان شاء الله.